شنو عربي لعبي فيه غينا بنا على حي لحي وزير مولا شنو يوم هندي أو بحلوي السيدي لو بحلوي ترجم مولا شنو دا فرسوية وسيو يوم كنتو عمي قابلت وبصر ترجم مولا شنو عربي فلا تذيعوا هل هذا مو فرسوية مترجم أو مسلم مترجم مولا شنو عربي كنتو ممرو أنه مولا شنو سيو مترجم مولا شنو عربي يعني حتى كم أكثر عربي رابي ذي ولا شنو سليويو ذي وسليويو قرنا سليويو كنتو غلب المالي مو سليويو حتى كثير من حادث غلب كثير من المالي مثلا كنتو اللي تشعيزون غلب يا العرانيين العرانيين أصلا لمدينة كايو يا رمدي كمر نافيلي مومو يعني كيمو كثير بو عربي يعني قولي شنو سليو بشتغلوا غلب في السوا حقود الضمر إن قايو كتبه ده وقت قولي شنو يولوه بس قولي ولي وقت إن قايو غلب يدورو في دوليفي ما في خايف تدوليفي قولي شنو سليو إنه إيشي تستو بشتغلوا إيشي تستو ديوت فولو هركي من السميوة عسكو يتحدى بمكسوه ولينا كاتوه في السي ستار مارو تفاروس برسايا خدموني بكثوري بكثوري توفش قولو بدي اعطيني عتيقو قلت له هكا بنسوي ترجم لي شنو لاتيني وكيف قلت له ترجم لي شنو يقولوا تاودي ساقي بروفيسور هكا قلت له قاطنتو يقرو يوسف يوسف لاركي يعني مشروع الغلب موفرون لو ماذا نكمل قلت لي شواني وقلت لي تحميس وكريز لو ماذا نمرخ وشوار وبس صوت دانسيبن قلت وين اللوهي وقبل وين وين عامري لا دايرو اي سموا وبفر الهون وحاسي هوفا ايوه لو سخنيني دايرو يوثو كيولوجي بس شفت ايفا خدو ميديسين دي فيلوزوفي وكدعينا تتلك بيو عابو خديري لن قروتو لن قروتو قارو او دايرو يو لو يلفونو دي اسكيوثو لو يلفونو دي فيلوزوفي لدلوحو او هب احسن نسيبه بدعينا يعني نسيبه لو بس هوا يعني وش هو العادي دي سنة قبل من فراغ فين دلو من يوم بس اللي دعوا بيو يعني هو ملوخ بحره انه مفاشقي واقي فورا زد سبب لو ما دعوا انا شفت ويلي ونسيبه بدفه وغيره وينه وبعيوا المحوني من يوم واكثر وانا ناثن هوا على سميوك واثن على الكبه احنا من بيوته على مشيحه موقع بعيوا دائما غلب يذيعوا حتى هذا سلي أويوث عم أرمينيا ضد فرسوية يعني ما ملك رابوا وكنت ما درجت بالسيون ما درجت لا هذولي ذعتوا مشيئي ويدوف إلى مفورس حتى بيرشليم مشيئي ولمسيون تشيوا ويرفونوا دا هذولي يعني ذعتوا غلب هذه هو يومات من السيون مما درجت السيون وتردتني وتردت لي هذا في الحوا إما ذا شو ده ذوي تردت لي مشي حوا كنا حذر مو مشتي أو خمدة نافيلو مو مشتي مو شوي مو تولي أو خمدة نافيلو بس هم يوم إما ذا شو ده سيمين خبلي اسمه لمر يعقوب بس أكيد بمو مو كنت من ذا عبد نوتو غلب رفض دم ذا شو ده ذوي كنت ميقم من سيمين ميقم كنت أبغى ذا شو ده ذوي من سيمين وغلب يفتح أبو عام أبو ذوي لو بس بدل الحوا يعني كنت ليش مو غلب رابو إما ذا شو ده ذوي Tady sáky mafonok, ten profesor Afrim Jelmaskova, domar medikáře, vkus mafonok.
Just for those who are not following you know, mother tongue, a clarification in this case. Nobody asks, where does it come that the Syrian speaking or Aramaic speaking are translating from Greek? They weren't inspired in a sudden and they took the Greek text and then it is. We have to take account that in the curriculum of what the education process was, there was also learning of the language itself. So this is very important. I don't know why it happens. It was this mechanism. So the learning of the Greek language, due to the dependence of Orhai and Nisibis on Antioch, Greek learning Greek language was one of the courses. And second, in relation to what has underlined, it's not just a question of being Dairoyo or big families. It's, you know, we are of Semitic background. If a member of the family becomes famous and his word translated, the whole family became part of this translating process. Indeed, when the school of Baghdad was created and eclipsed the Nisibid one, there were big Assyrian families who were engaged only for the translation tasks from the languages. The main language was the Syriac, of course, but even texts from the Persian that were translated even previously were translated into Arabic. So there are two ways that started in and within clerical environment, but then it has become also a question of big family issue. Okay, this is just in order to clarify. Thank you very much, Malfono. Hi, Abdullah, thank you very much. One time, please, Pushka Velum, Professor. Thank you. Udo, the user will not do it. You have two tools, it's better to use these two. That one is no good. Habro Yahoo. Again, we are inviting Dr. Yaqub Bilger to give a lecture about Mor Gabriel Monastery and the life of our people in Tur Abdin. And let me tell you that when I was a little girl, and when we were left Turkey, especially near this region, and I was in Holland, the first book I have received in Turkish about us, it was from Malfono Yaqub Bilger. It made a lot of impression on a lot of Assyrians in the diaspora. He had the courage and the knowledge to do research about our people here in Turkey, and he published about it. It was huge those days. And that's why we are very proud that he want to give us a lecture about this region. Quz Habro Yaqub Bilge. ميكروفون هم عدله ليت ان شاء الله dinleyiciler farklı dillerde konuşuyor. Onun için öyle bir planlama yaptım. Bir 5 dakika öncelikle bölgenin kadim dili olan Süryanice konuşacağım. Ondan sonra da bir 15 dakika Türkçe konuşacağım. Ülkenin dili olarak onu seçtim.
Tabii organizatörlere çok teşekkürler. Biraz teknik sorunları olması bağlı onun ilk sempozyum olmasıyla onların bu problemini affediyoruz. Ama öncelikle ben bu sempozyumu düzenleme konusunda ve özellikle buna katkı vermesi açısından özellikle Şırnak Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü üniversitenin bu tür organizasyonlara katkı yapması çok önemli. Bilim açısından çok önemli. Onun için Sayın Rektör'ün şahsında tüm Şırnak Üniversitesi'nin öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Tabii Mor Gabriel'le konuşacağım. Mor Gabriel'in Turabin tarihindeki önemini ve aynı zamanda Süryan kimliğinin oluşmasına katkısını konuşacağım. Aşağı yukarı düşündüğüm konuşma bu olacak. Süryanca ile başlayacağım, daha sonra Türkçe'ye tekrar geçeceğiz. إيش موغلا بكاريو مكرينو نجغنو بسريو علي دايرود مور جابريل قاي الصويتو دايرود مور جابريل لو مكتب زبنو ترابتين وبثرستي اي داربو كومشتايو دورو تكو خلقو ايوثو دو عام سريو هي اينا قلتكو حوزينا جات قدرينا فهمينا ومكتب زبنو دي دايرود مور جابريل مقا عاتيقويو قدرينا دمينا إدارود مور غابريل حزيلا دمشاتسو دمشاتس إمبراطورية دروما إمبراطورية دا بيزانتوية إمبراطورية دا أوسمانوية يعني حزيلا أي إمبراطورياني كل دمشاتسي دهاون رابي و دا تايمي موخا كحزينا هاث دايرو كتي وغلب مكتب زبنو عاتقتو أنا قلو مكتب زبنو دي دايراثي قي وصويلو قي وصويويو لفنيفو باري مي كل ميدي خدملان إي دايرو غلب عاتقتو يو وشو تو سيدا كوفويت لتلثمو شلعو تشعي وكوحوزينا ستي دي من أبو زبنو دنشتو دشعو كيتو بنيوني تعامير بيديرو بمعاونة دا شلطونة دروما ودا بيزانتو يعني كل حزينة إيديرو إذحتو وقبا إمبراطوريستي وبعين زبنو كيتو موزايك موزابنو دنشتو تفايش أموزايكاني لاتني بس لفنيثو ترعبدين إلو حقودر دومر أموزايكاني بيثنيثو دو مدن حكولة غلب أصوين فايش مزابنو دانشتو مدحنا نتكتو أصويو دمنا إكثر تقاميتو على كيف دكثيو ديسا ميديرو دمور غابرييليو مزابنو تحمشمو أربعو تليف يعني كل حزين أي ديرو مكتب زابنو دي ديرو غلب مكتب زابنو عاتيقويو ونقطة داتر قيدة إراثة والصويت لعام سريويو دي لونيث كتيو بوتورو قاونيث ستي لعام كولا سريويو باري مي كل مي دعالت كتيو دكثو مقادشتو قيو دكثو مقادشتو يو عالت كو حزينة أتر بشاتسون ديدا كتيو مورشمو يلي مورشمعون تري قادشة كتيو إن غلب وصوي بيفنيثو و بوزابنو دشاوعو مور غابرييل هي بتكتر ريش دايرو كو حزينة أقادشاني غلبة مشتعالة دورو عليها يمونوثو دعا مصريو دي لونويث بطورو إلو غاونويث بينيم شيحو يسوس زي قدرين دي من عالد او يومثي او يومدكلثو قادشاني كيتو بو تقويم اثيوبيا بيعتو اثيوبيا كم يعني كم يقري اتلوثو قادشاني بو تقويم دي عتافي حريتو نقزوت كتو غالب أصويتو إي دايرود مور غابرييل قايو
soydu bu maktab düzabno turabdin altkıttı ve madraşto soydu. Yani amel fone berimin işgili alu maktab düzabno dınsi ve ne madraşto dınsi ve galibi soydu. Kuhuzina inakla di madraşto mor gabriyelisti khliqo كوثي لغلب ديروي نقلاوثي كون 400 ديروي نقلاوثي كون 500 ديروي نقلاوثي كون 800 ديروي وكو يلفي يلفوني لو بس علي تاوديثو بس كو حزينة كتوا كثوة يونويستي يعني مكثوة فايشي مي ديرو دمور جابريل كو حزينة كتوة لكثوة هوميروس دكثولة إلياد بيونويو إما عنا إذا أدي روية كتبين بيدر ودمور قبل قدري وقورن ويونويو قدري وقورن وفرسويو وكحوزينا كتبا كثوة دعلومة تمدكستي موقع كحوزينا إما درشتي إذا غالب أوصوي توا وأيو إلو فدي ما درشتاتستي لا توين بس مي ترعبدين إلو ثنوة مدكوثي غالب مشحفة إن أقلت كحيرينا بمدرشتو طبيعة بمدرشتو كيتو بثركستي أبثركي ديرود مور جابريل وكثو تفايش لديوما مش عادو دشو شويو يعني كحزينا كتو ديروي غلبي بديرود كثيرا كثوه سيمنو ان قوكيا ان اكثوه او سيبيوا سرتوثي لكثوه بعين زبنو كحوزين اكثواني استي بشكل حامن نفاي شادو بريتش لايبريو بس بزبنو بزبنو قبل بياري خفايش وبيديرو كميلا دير السريان مصر بزبناو بعد زبنو أعيتو ثو أو أشيتو ستكو سيمي كم أثري علي يوثد مور دو عامو فحزينا إنقلت إيوث دو عامو سريويتو إنقلت دترالي وما دمحو دازن الأوروبا دازن الأوريبي إيوث دو عامو سريشمو محلفو بري إيوث دو عامو قدرينا دمينا بمركزي ذا يعني كتو وصوي ودينو يهوه إيه هاي منوثوة بس إنا قلا دزنة لأوروبا إش مو مدى هيوثو حريتو مدى أو مدى ميدون حريني اللي هيوثا في دمينا خدو يلفونو أنا قلا وصوي أو ومكتب زبنو دو عامو وصوي وماو خاست دمينا وعامو سريويو بيقولو ثقالي بفليق القروبة تكت رنية محلفة وأقولوا بالي نقلاوثة كحوزينة دي من لكو قدري عودي على الصو يوثو تكتو غلب قاريو لعمة دي من سيفو غلب الصو بس لقدري سيمي حركة عم حدوري بس إن أقلت كنوف قطرو ليدير دمور جابريل كحوزينة أقابي ترون أثرو يترون أوروبو يترون سريو يترون دورولوي كحسنا كل كقدر لتمي ميسوثو هيدا ردمور جابريل موقع كمانو بشكل هيدا ردمور جابريل حلوش مخد سيمبول دعامو
dinonun Bengali ulusu Kobe Haido ut Kobe Yusu Rama. İntervi. Erdo kolabnörü Türkiye nakla. Çok Türkçe bir özetle yapacağım şimdi. Tabii Mor Gabriel Manastırı'nın tarihini ve ne kadar kadim bir kurum olduğunu bilgem kadimle kumandı. Kumandı.